حلوة قوي كيك يا ماما، تسلم ايدك. الف هنا وشفا يا جميله حبيبتي، وانت مروحه ابقي خدي بقيه الكيك ده كله للولاد، اصل انا مش عايزه عبده يدوق منه فتفوته واحده. اه يا ماما لو تعرفي بابا بيبقى مكتئب قد ايه وانت زعلانه منه، ما كنتيش عملتي كده. جميله بقولك ايه، ما تخلينيش اقلب عليكي، قلتلك مليون مره ما تروحيش في صف ابوكي. انت عارفه يا ماما ان انا طول عمري لا في صفك ولا في صفه، وهو غلط واعترف واعتذر، ولو عايزه الحق بقى الغلط عندك انت من الاول. طب قومي روحي يا جميل. قومي روحي يا ماما. هي كلمه الحق اللي بتزعل؟ هو ده الحق؟ انا اللي غلطت؟ انا اللي رحت عملت وديعه ب 250 الف جنيه وخبيت، وفي الاخر يشك ان انا اللي سرقتهم؟ عبده يشك فيا انا؟ ما هو من الرعب اللي انت طول عمرك معيشاه فيه انه يصرف اي حاجه من فلوسه، عمل كده وخبى عليكي. اهو لولا الرعب اللي بتتكلمي عنه ده كان زماننا دلوقتي شحاتين، ولا كنت اتعلمتي ولا لبستي ولا اتجوزتي ولا اي حاجه في الدنيا، كان مصروف البيت كله في ايدي انا، كان كل حاجه في ايدي انا، وهو ما كانش له دعوه باي حاجه، وبعدين في الاخر عايز ابقى انا الشريره وهو الطيب المنكسر. خلاص هدي نفسك يا ماما، انا اسفه والله. بلا اسفه بلا زفت، هاتي الكيك ده كمان. يلا ما انتش واخده حاجه، هديلي القطط بتاعت الشارع. ايه يا ماما احنا قاعدين بنتكلم؟ مش هتكلم. في ايه بس؟ نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب راسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطا 5 على 6.